ده شغلي، بطلع أعرض الملابس الداخلية وأنا بقدم محتوى هادف ومفيد للبنات فقط، مش مشكلتي إن الرجالة بتتفرج. بقول في كل لايفاتي يا بنات، ما بقولش يا أولاد. أنا عملت زي ما بلوجر تانية عملت بالظبط، اشمعنى أنا عملته فيا كده؟ لو مش عاجبكم ما تتفرجوش عليا. دي هدير عبد الرازق، سمعت الاسم قبل كده ومش غريب عليك، من كام شهر كده كانت متربعه على عرش الترند، ويلي ما شفتش شوف، وعامله خلافات مع طوب الارض، القريب زي طالقها اللي حكايتهم حكايه ولا في الافلام، واللي يشوفهم اول العلاقه وهم عصفورين والحب الحب، ما يشوفهمش لما طلعت في لايف كعادتها وفضحته وقالت كلام ما ينفعش يتقال على راجل. الموضوع بقى منتشر بطريقه ترعب. شغاله ايه؟ تقول لك بلوجر، اهو شايفين كل يوم والتاني البلوجر الفلانيه متجرجره في الاقسام والقضايا، لابساهم لابساهم. تسالها ايوه يعني بتعملي ايه؟ ترد تقول لك بقدم محتوى هادف للجمهور، وطبعا هادف جدا من وجهه نظرها هي بس. المحاميين بقوا واقفين للبلوجرز على السقطه واللقطه وبالمرصاد، خاصه بعض قضايا كتير للبلوجرز زي حنين حسام ومودة الأدهم، لحد ما جه الدور على هدير عبد الرازق. وعينك ما تشوف الا النور، اتعرفت اكتر بعد البلاغ ده في محامي ما عجبهوش الحال المايل ده، وقام مقدم فيها بلاغ ما يخرش الميه، واتهمها زي وصف كده ان سلوكها منافي للاداب العامه على السوشيال ميديا. طبعا هدير هتقولك الله، وانا مالي يا لمبي، انا مالي ومالي اللي اتقبض عليهم، انا لا ليا علاقه بحنين حسام ولا غيرها. الجمهور قال لها عيني في عينك كده يا هدير، يعني هو لما تطلع للجمهور في اللايف وخاصه على تيك توك علشان الفلوس والمشاهدات والعداد بيعد يعني، وانت لابسه قميص نوم وملابس داخليه، هل ده عادي؟ هدير ظهرت في لقاء تلفزيوني قبل كده واكدت انها بتقدم محتوى هادف ومفيد، وهو بيكون للبنات ومش مشكلتها ان الرجاله بتتفرج وتتابعها، والدليل طول الفيديوهات بتقول شوفوا يا بنات، ايه رايكم يا بنات، بمعنى انهم بنات في بعض، وعمرها ما قالت شوفوا يا رجاله. يعني هدير قالت ان هدفها من الفيديوهات دي انها تبقى قريبه من الجمهور اللي هم البنات يعني، وعلشان هدير تقنع الجمهور انها في السليم قالت عن الملابس الداخليه دي وقمصان النوم اللي بتظهر بيها في الفيديوهات دعايه يا جماعه، بتعمل دعايه وتسويق لمحلات الملابس الداخليه، وشايفه انها طريقه جديده للتسويق اعتمدتها هدير في محتواها، وانها ما بتعرضهاش على جسمها وما بتطلعش لابساهم، لكن يا هدير اللي بيظهر غير اللي بيتقال. واكدت كمان انها عندها اقل من 300,000 متابع، وانها لو عايزه تخلي عندها ملايين من الفولورز كانت هتتبع اساليب رخيصه بيعملها بلوجرز تانيين علشان يتشهروا، ولكنها ما بتحبش الكلام ده ولا الطريقه الرخيصه دي، وانها بتحب تبقى قدوه ومثل للبنات اللي بيتابعوها وبيحبوها. طبعا العقوبه اللي المفروض تتطبق على هدير عبد الرازق بتوصل لحبس 5 سنين ووضعها تحت المراقبه كمان، وممكن توصل لاكتر من كده لو في قضايا تانيه خفيه داخل القضيه الاساسيه انها بتنشر الفسق في المجتمع. شايفين هدير واللي زيها تستحق ايه؟ وازاي نحمي نفسنا واولادنا من الآثة اللي انتشرت مؤخرا في السوشيال ميديا؟ شاركونا برايكم في التعليقات.